يعني دايما متعودين ان اللمحه او الروح المصريه غالبه على كل شيء في مصر، حتى السيد الرئيس لما بيطلع كده ويبقى فيه حدث رسمي وهام برضو بنلاقي عنده اللمحه الانسانيه والمصريه اللي بنحسها دايما، ودي ما غابتش في الانتخابات. في عندنا كده لقطة لقاضي، خلينا نشوف مع بعض، لقاضي كريم، وكان في سيدة مسنة جاية تأدي صوتها، تدي صوتها في الانتخابات الرئاسية. يعني موقف من السيدة قد إيه يستحق التقدير، وما كان من القاضي المشرف على اللجنة اللي فيها اسم السيدة يعني، إلا أنه نزل من اللجنة ومعاه الموظفين المختصين ونزل يعني تكليل لحرصها انها تيجي بالرغم من اعاقتها وسنها واصرارها انها تقول لبلدها نعم. نزل لها القاضي والموظفين بكل الحاجات بقى، بالبطاقة التصويتية، بالموظف اللي بيسجل اسمه ياخد البطاقة للتأكد من الشخصية. دي في البرشة مركز ملاوي، والمصدر هيكون المصدر معانا كان أستاذ مينا الثروت، فكل الشكر ليه على أنه عرف يرصد لقطة هامة زي كده. هي لقطة إنسانية جدا، والقضاء بتوعنا مش بعيد أبدا عن المصريين، هم جزء من المصريين. لكن الست السيدة المسنة دي هي أمنا كلنا. أنا عايز أقول لكم مفيش حد راح لجنة إلا وشاف هذا النموذج المشرف من أهالينا كبار السن وعايزين يقولوا إن مصر إحنا معاكي ووراكي، المستقبل مش راح علينا، لا إحنا بنبني لأولادنا وللي جاي. شكرا للقاضي على هذه اللمحة الإنسانية جدا، وإن ينزل ويخليها تؤدي صوتها وتختار رئيسها بكل أريحية. كمان عايز أقول والله الموظفين المكلفين من الدولة ان هم يساعدوا في العملية الانتخابية، احنا بقول لهم شكرا. لحقيقة الناس بتبقى قاعدة من 9 الصبح ويمكن اكتر من 9 بالليل كمان، يعني اكتر من 12 ساعة قاعدين بيساعدوا في انتظام العملية الانتخابية. عايزين ننسى حد يا جماعة، يعني كل اللي ساهم بنقول له شكرا.